على دولتنا. فعلا في خبرنا الثالث، أوضحت جمعية حماية المستهلك أن اشتراط الدخول إلى مسابقة تجارية يعد مخالفة، ويحق للمستهلك إبلاغ عن القائم بها عبر التطبيق بلاغ تجاري. أكدت الجمعية أنه يحق للمستهلك استلام الجائزة عند فوزه خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ فرز النتائج، وفي حال لم يتم تسليم المستهلك الجائزة في هذه المدة يحق له أن يتقدم ببلاغ. فعلا يعني برضو هذه من الأشياء اللي تحمي المستهلك، ومن الأشياء المهمة اللي دائما نتكلم عنها إنه يكون الحق مضمون. واحدة